السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. حضرتك كان عندي سؤال. والله أنا عرفت إن مهنة الأمن والحراسة يعني ممنوع إن الواحد ينام فيها أو يريح وكده. ممنوع إيه؟ تمام يا فندم؟ تقول ممنوع إن الواحد يريح فيها يعني؟ آه، إن الواحد ينام كده مثلا لو يحس إن هو رايح مروحة مش رايح يعني. ها؟ يعني إيه السؤال طيب؟ السؤال يا فندم، انا عرفت ان هو ده يعني حاجه، يعني حاجه غلط وحاجه حرام. طيب السؤال طيب. السؤال يا فندم، انا دلوقتي اشتغلت 4 سنين الشغلانه دي، ونمت فيها مده عن كل ليله كده، كنت بنام شويه كده، فانا عرفت ان هو حرام يعني. عفى الله عما سلف، وانت جاي انتبه ان شاء الله. يعني ما اروحش لصاحب المال واقول له لا لا لا، ولا تروح ولا تيجي، ما فيش حاجه انسرقت الحمد لله، خلاص لا ما فيش اي حاجه الحمد خلاص لله. الحمد لله، تمام، شكرا. الله يسلمك.